بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة Network Security CS460. اليوم راح نحل وظيفة تم وضعها على النت، واللي هي وظيفة Problem with the following protocol، ومطلوب منكم نعمل suggest the fix. المشكلة بهذا البروتوكول انه الحوار رقم 3 اللي هو هذا ممكن ينعمل له ريبلاي اتاك. اللي صار هنا انه اي بخاطب الكي ديستريبيوشن سنتر وبطلب منه انه حاب يخاطب اي بي وعايز يبني سكيور سيشن، فبيرد عليه الكي ديستريبيوشن سنتر بانه ينشئ له الكي اس. طبعا هذا الكي اس بيكون مشفر بالكي اي، واللي هو الكي اي شيرد كي بتوين الكي دي سي اند اي، فلذلك هو هل راح يقدر يفتح هذه المسج ويطلع منها الكي اس، وهيعطيه مسج مشفره لبي فيها تحتوي على الكي اس بس بتكون مشفره بالشيرد كي بتوين بي اند كي دي سي. فهو اللي هيسويه ايه انه هيعمل فورورد لهذه المسج لبي. هلا هذا المسج رقم 3 ممكن الاتاكر يحتفظ فيه، واي حوار بيصير بين A و B باستخدام، طبعا التشفير بيكون باستخدام الكي اس، هيحتفظ فيه وهيعمل عليه analysis، ومن ثم ممكن فيما بعد، بعد شهر، بعد فترة زمنية اطول اقصر، ممكن يكتشف الكي اس. فالاتاكر بهاي الحالة شو بيساوي؟ راح يبعث لبي الحوار رقم 3 اللي هو مسجل عنده، واللي بتكون مشفرة بالكي بي، والكي بي هي شيرد كي بتوين كي اي بين بي والكي ديستريبيوشن سنتر، والكي اي كي بي مش راح نفرض انه هيعرفها، لكن هو بيعمل فورورد للمسج المبكتة او المشفرة، وبيعرف انه محتواها راح تكون كي اس، وراح يعتقد بي انه هي صادرة من اي فعلا، لكن هي صادرة من واحد بيدعي انه اي، فبيرد عليه بنونس، وهذا النونس مشفر بالكي اس اللي هو اوريدي بيعرفه الاتاكر او عرفه. فبعدين بيرد عليه بالفانكشن تبع ان، النونس نفسه بيمرر على فانكشن وبيشفره بالكي اس، والاتاكر صار على درايه به. هلا حتى نمنع هذا الاتاك، وهذا اللي يطلق عليه ريبلاي اتاك، راح اقترح عليكم الحل الثاني. طبعا اي حل بيكون جاستيفايد من جهتك ويكون منطقي يعتبر حل صحيح. هلا ممكن نحكي انه أليس نفسه لما يخاطب الكي ديستريبيوشن سنتر، طبعا هيكون في شيرد كي بتوين أليس اند الكي ديستريبيوشن سنتر، وراح يتخاطبوا من خلال هذا الشيرد كي واللي هنطلق عليه كي اي، هيبعت له المسج التالي. واحد، هيبعت له مسج، طبعا مش بالحل مش بالضرورة يكون رسم، فهنحكي انه المسج اللي هيبعتها مشفرة بالكي وهيكون تحتوي على كي اس، فان نفرض انه هو نفسه الاليس اللي هينشئ كي اس، ويحكي له انا ايه وعايز اتخاطب مع بي، وهذه كلها بتكون مشفرة ب الكي ايه. اذا انا بدي اشفرها بالكي ايه، طبعا هاي طريقة ثانية لعرض المسج، هاي انه انا اجي اقول والله هذه مشفرة بالكي ايه. اوكي، طيب اذا هو بعت له مسج تحتوي محتواها على كي اس، وهو ايه وبده يتخاطب مع بي، وهذا الكي ايه، فالكي دي سي هيشوف انه الاي اللي هو اللي بيتحدث
وبفكرة تشفير من خلال الكي اي. طبعا لانه الكي تي سي حتى ما يصير يدور لانه عنده اكثر من شيرت كي، فممكن نرفق له انه انا ايه، هاي يحكي له انا ايه عشان هو على طول يطلع من الداتا بيز اللي عنده انه ايه هو اللي بده يتخاطب معاه. فاذا الكورسبوندينج كي الشيرت كي هتكون كي ايه، وهي فكره تشفير. هلا نفسه ال ايه ممكن احنا شو نساوي، كمان نضيف نونس هنا عشان بدنا يرد على هاي نونس 1، يرد على اليس انه انا استقبلت منك المسج، وهي نونس اللي انت بعته. طبعا ما حد بيعرف الكي اي الا اليس وكي دي سي، فهنا هيرد عليه بمسج تانية عشان يقول انا استقبلت المسج تبعتك، وهتكون الرسالة هاي اثنين اوكي. هاي الان ون اللي انت بعتها، وهذه مشفرة ب كي. طيب الان لو ممكن هذه تكون فيها مشكلة، الحوار اللي انا حكيته هنا انه الاتاكر يجي يسمع يمسك هذا المسج اللي هي الثانية ويضلوا يحلل فيها، لانه عرف الان يضلوا يحلل فيها تا يكتشف الكي اي. فعشان نمنعه انه يكتشف الكي اي هنسوي التالي، هغير على هذا المسج واحكي واحد بدل هذا المسج، هقول له كي اس اللي بده ينشئه، وهذا هو A اللي يتحدث مع B، والنونس هنحطها هنا، وهذه هتكون مشفرة بالكي A، وبرفق معها انه انا A. بهالحالة الـ A النونس مش راح تكون معروفة، فبنقدر نشيل هذه الجزء هذا. اوكي الان طيب الان الخطوة اللي بعديها انه كي دي سي هيبعت لبي، هو اللي هيبعت لبي ويحكي له انه ايه بده يتخاطب معك، وهاي الكي اس. فبهاي الحالة اذا هيقول له هاي ثلاثة، الخطوة الثالثة يحكي له ايه حاب يتخاطب معك وانت بي، و اللي هيكون في الشيرت كي بيناتكم سيشن كي، واحكي له هاي نونس 2 علشان ترد علي وتقولي انك استقبلت المسج. هاي كي بي وجدا مشفرة بالكي بي، هاي هنا مشفرة بالكي بي، هيرد عليه بوب بمسج عشان يربط انه هو استقبل، يعمل يعني اكنولجمنت، فيحكي له اوكي انا استقبلت منك المسج. هاي اربعة واللي تحتوي على اي بي، او بلاش خلينا نغير الحوار لانه بدناش ان يكون تكرار. هيحكي له هاي النونس اللي انت بعته،
مستوى. ممكن نبعت له اياها كفانكشن حتى ما يعني يقلل من احتمال الاتاك، يعملها كفانكشن ويكتبوا هاي مشفرة بالكي بي، فبتأكد بي الكي دي سي انه بيستقبل المسج. هلا صار موجود ال كي اس بين اي ان بي، فأليس ممكن يبدأ الحوار او بوب يبدأ الحوار. فأليس ممكن خلينا نقول خلي أليس يبدأ الحوار، يحكي له انا بدي انا ايه هاي خمسة، انا ايه وبتحدث الى بي، وهي نونس ثلاثة مثلا، والتشفير راح يكون من خلال كي اس، وهي نقول هيك مشفرة. الآن بوب بده يرد عليه انه فعلا انا استقبلت كي اس، فهي يبعت له مسج مشفرة بالكي اس وفيها قيمة النونس او فانكشن النونس. هاي ستة، هاي بعت له فانكشن ان ثري ومشفرة بالكي اس. وبهيك بكون ربطت كل المسجات مع بعض وما بيكون في مجال للريبلاي اتاك لاي واحد فيهم. اي سؤال؟ اذا هي محاضرة اليوم بنحل الوظيفة رقم ثلاثة، فهذا اقتراحي بالحل. الآن ممكن يكون في عندكم اقتراحات أخرى، وإذا كانت justified هتكون صحيحة، حتى لو في خطأ التعديل يعني خلينا نقول بشوف شو المنطقة اللي انتوا اشتغلتوا عليها. وتنسوش في محاضرة سابقة أخذناها إحنا كان بحل أيضا مشكلة الريبلاي أتاك، أيضا تقدروا تأخذوها بعين الاعتبار وبتقدروا تأخذوها كحل للمشكلة. الله يعطيكم العافية.